السلام عليكم يا متابعين قناة ليتس سو كذا. فيديو جديد كل يوم ثلاثاء الساعة 8 مساء زي ما وعدناكم. وطبختنا اليوم إن شاء الله راح تشوفوها بعد قليل إن شاء الله. لكن قبل أن نبدأ الحلقة نبارك للي فاز معنا في الحلقة اللي فاتت على بطاقة إعادة شحن رصيدك، تستاهل كل خير، واللي ما فاز لا يضيق صدره، لأنه في حلقة اليوم عندنا بطايق كثيرة من بطايق إعادة شحن الرصيد. شروط المسابقة موجودة أسفل في الوصف. والفائز ذو الأحقية في اختيار البطاقة اللي يبغاها، سواء من زين أو اس تي سي أو موبايلي. ولا تنسوا تتابعوا انستغرامنا وسنابنا. وحبينا أنكم تعيشوا يومكم معانا فين؟ مع المقلقل. على الصاج. وهيا هيا. وعيشوا يومكم. فخامة يا معلم. شكرا لكم قناة لتسوي كذا، وأبشركم ربحت جائزة إعادة شحن رصيد جوالك، يعطيكم ألف عافية. نلبس القفازات أول شيء. يلا جيب عندي هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ كيف حالكم متابعين؟ هذه الطبخة طبعا بطريقتنا الخاصة، وطبختنا اليوم مقلقل لحم بطران صح صح، وأقوله بكل فخامة. متابعين طلبوا مننا بصراحة إن نسوي لهم مقلقل، أوكي؟ وشوفوا التعليقات كيف. ولجل عيون المتابعين قلنا نسوي لهم المقلقل اليوم، وأحسن مقلقل بطريقتنا الخاصة. ونبدأ يا معلم، بسم الله نحط اللي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدل الزيت، لانه الزيت عارفين ايش وضعه. في حبه لي هنا. طبعا ناخذ زيت اللي، لانه زيت اللي انتم عارفين كيف انه زيت طبيعي 100%، احسن من الزيوت المهدرجه واللي تجيب العيد في الواحد كوليسترول وبلاوي. طبعا اللي تعطيك طعم فخامه. لا خلصني غير الكلمه دي يا حبايبنا، كلمه جديده تعطيك طعم خيالي يا معلم. اتفقنا كل حلقه اجيب لكم كلمه جديده، وشوف من اللي تكيلي، ما حد تكيلي الحلقه دي. طبعا اللي خلاص نشفت والزيت اتكون هنا في النص، اخذنا الفائده وندر اللي دحين. طبعا البعض يخلي اللي ليه؟ لانه بعضهم ياكلوها يحبوها، بس نحن ما نحبها، نحن نبغى الفايده اللي فيها بس. دحين نحط اللحم يا معلم. اسمع اسمع الطرف بالله، اسمع اسمع. حط الطلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بامك يا ولد، هيا هيا والله ما تبغى. شيل يا معلم. شيل ودي بيت. نفس بيدي اقلب يا ولد. طبعا خلطة سرية معايا انا، الصوب لازم نعطيه شوية عشان يخلي اللحم يستوي. طبعا كثيرين بيسألوا الصوب هذا من فين يتباع، اسمه معز النكهات، قرطاس كده يجيك كيس لونه احمر وابيض، يتباع لو في البقايا العادي في اي محل يتباع. ولا نغطي اللحم عشان يستوي، ننتظر الين يستوي اللحم. نقطع الكزبرة
الحين نفكه ونشوف نعطيه تقليبه خفيفه كده. طالعوا معايا. بعد ما قلبناه نغطيه كمان ونعطيه له كم دقيقة لين ما يستوي. طبعا انت كل بعد كده كم دقيقة شيك عليه، اعطيه تقليبة خفيفة يا معلم لين ما يستوي، تحس استوى خلاص. نفكه ونعطيه تقليبة خفيفة برضه. وهذا الثوم زي ما انتم شايفين مقطعينه صغار، نحط الثوم مع الخضار اللي قطعناها كلها ونخلط جميع الخضار اللي قطعناها زي ما شفتوا اول. كمون، فلفل اسود، كركم، نخلط الخضار مع البهارات كلها مع بعض زي ما انتم شايفين. نفك الغطاء دحين عشان نشوف اللحمة كيف صارت. طبعا نحط خل شوية عشان ايش؟ نخلي اللحمة تستوي، ما نكتر شوية بس، يعطيك طعم خيالي يا معلم. برحنا اللحم وسوينا دائرة يعني مستنقع على قولهم عشان نحط الخضار اللي سويناه. والآن نحط الخضار. طلعت على النبي، اسمع الصوت يا معلم والله طرب. ونعطي الخضار تقليبة خفيفة. طبعا هذه الطبخة بطريقتنا الخاصة. والآن بعد ما أخذ له شوية على النار وقلبناه نخلط اللحم معه. اسمع الصوت، اسمع يا عطاف. هنبدا نقلب الان لين نحس ان المويه نشفت، الطماطم هينزل مويه، لما تنشف المويه بالهنا والعافيه نملحه. بعدين نجيب العيش يا ولا، شغل يا معلم، وعبي الكرشة. الآن نحط الملح. طبعا نقلب الملح، يعطيك الملح طعم خيالي عاد ما يحتاج، طعم غير طبيعي، لا فخامة واقولها بكل فخامة. طبعا المرة دي طعم خيالي ما قلتها كثير، اكتب في التعليقات كم مرة قلت طعم خيالي. ابغى تفاعل من الجمهور بصراحة، اباهم الحلقة الجاية دحين اذا نزلنا الحلقة دي في التعليقات يكتبوا
كلمه جديده اقولها، يعني مثلا اول شيء قلت طعم غير طبيعي، بعدين قلت طعم فخامه، واليوم قلت طعم خيالي. ابوهم يدوني كلمات جديده هيا، واقول الحلقه الجايه باذن الله. يا مايد يا ابوي اجيب الصاج، خلينا ندق من النعمه. جايه في الطريق خلاص خلاص. يا ابوي يلا جوعتنا الله يرحمه. يا ابوي خلاص. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. صلاة على النبي أول. لازم تلعب بالصاج، خلينا على طول نذوق نحن. انت ايش تبغى؟ تدوق فين انت؟ اقول لك اسري. انت ايش تبغى يا بلا؟ انا واحد بسم الله. شيل يدك اقول بلا. كم مرة نقول لك تصوير؟ صور تصوير. إذا بقي شيء نعطيك تصوير وبس. خذ يا ميت، ليش الصطاوة؟ لا تعطي أحد، خليه معاك يدسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فسخ جوانتي. لا خليني أبوه أحسن. أنا الحمد لله طبختنا استوت ولله الحمد، ودحين نذوقه. دقيقة دقيقة، اصبر اصبر. إيش رأيك أنا أذوق أول مرة دي؟ إيش أبوها له؟ تبغى تنفرش أنت؟ واحدة مرة ما ذي صارت في الحياة. تبغى تنفرش؟ سؤال، تبغى تنفرش ولا كيف؟ ما بنفرش صراحة. خليك على جنب يا ميت، خليه يدوق يا اخي. لو واحده مره ما فيها شيء. ما يدوق، ناكله ونخلك بعدين يدوق. هو ده الاحسن صار كل مره. خليك على جنب وفك في ليشر خلاص، نغلق وبعدين نعطيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا غلقنا ندق لك بوري. بشر. صلاه على النبي، اقسم بالله في يعني يا واد اذا متابعين ايام تسوي عايشه سامعين ومش سامعين تسوي المقلقل حقنا. هيا استنى استنى، انا ما ذقت، يمكن مو ولدي. يا ابوي انا اقول بسم الله واكل. ما في، شوف والله بالصاج امشيناك واحده مره بس. بعد الكاميرا لو سمحت، لا تقرب منه. لو سندويش سفري مو مشكله. خذ العيش، خذ العيش عادي. سفري سفري يلا يلا. بسم الله، خلينا اول مره. لا لا واحده بس. لقمه لقمه لا تاكل. سيبه ما تاكل. اقول لك ما تاكل. سيبه يا ابوي، لا يقعد لنا في الاكل. ما في، ما تاكل. ما يا ابوي ابوي ما ياكل. ليش ليش على كيفه؟ تبغى تموت؟ ما ابوري يا ود. ما تاكل والله مغص جيت. ما عليك، انا محصن نفسي. ما عليك، روح قوم من هنا. اسمع اسمع اسمع، انت ما قلت بسم الله، انا حقول بسم الله واكل. بسم الله. قوم قوم هناك. ايه بينفرش هو صح؟ لا لا خلاص 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 خلاص. خليك بعيد. ما عليك باكل معك. هيا خليك بعيد. خلاص طبيعي. اسمع اسمع، عندي اقتراح. ايش رايكم نسوي سندوتشت؟ سوق له شغله. لا يبقى علينا نسوي له. الله يعطيك. حط له عظم ولا؟ حط له اي شيء. عظم بالعظم؟ عظم عظم يا. لا لا حط له لحم، لحم ابو لحم. كمان الشرط ها؟ توصى 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 توصى. ندور لك اللحم طيب. توصى. انا والله قلبي عليك. بس مؤيد ما ادري ايش بحاقد عليك. خلاص اعطيله اعطيله. خلاص خلصت، ما بقيت شيء. يا ابوي يا اهل الرجال ياكل معانا مسكين يصور. حياتك. استنى انا 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 اعطيله هو. استنى استنى. خليه لف 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 لف. ايوه لف لفة الفخامة يا ولد. لا لفة خيالية تقول. عيني لفة خيالية. لفة لفة خيالية. هات نعطي له هو شيء. خزنني خليه يبكي علينا روح. تعطيه؟ ايوه بعطيه بعطيه. هات هات جيب فيك. وربي تشتري يا ولد. يا مي يا حبيبي. قلت لك ما ياكل. شيل الصاج شيل الصاج. شيل الصاج. شيل الصاج. شوف الملعقة دي كيف طويلة يا ولد. في دماغك ترى. هاي اقول عقل احسن لك. وكده حلقتنا غلقت وطبختنا جاهزه الحمد لله، ودقناها وزبطنا الوضع ما يحتاج. باقي عليكم ان شاء الله انكم تسووها وتذوقوا طبختنا، وان شاء الله انكم استفدتوا من طبختنا. وطبعا ان شاء الله زي ما قلنا لكم، كل تلوت ان شاء الله الساعه 8 حلقتنا تنزل باذن الله. ولا تنسوا تضغطوا الدائره عشان تشتركوا في القناه وتشوفوا اخر فيديو نزلناه. ولا تنسوا تضيفوا سنابنا، وحنعيش يومنا ان شاء الله في حلقات جايه مع طبخات جديده. طبعت السندوتش دحين اعطيه. بس ما عليك، ونشوفكم على خير في حلقات جديده. وعيش يومك بامك يا ود. هيا هيا.